وزير الخارجية كيسنجر، بناءً على طلباتكم الخاصة، الرئيس وافق على قائمة الاحتياجات بأكملها التي هي العتاد، الأجهزة الإلكترونية، كل شيء باستثناء قنابل الليزر. دعني أعيد ذلك بشكل رسمي، كل خسارتكم من الطائرات والدبابات سيتم استبدالها. من الدبابات ستحصلون على عدد كبير من الدبابات M60، أحدث دباباتنا. فيما يتعلق بالطائرات للتوصيل الفوري ستحصلون على 5 من F4. بالنسبة للبقية سوف نعمل وفقاً للجدول. السفردينيتز خلال أيام. دكتور كيسنجر، الوزير كيسنجر، ستكون مسألة أيام.